الأسبوع الأول من رمضان مر مع تحدياته وقضايا المرتبطة بواقع حياتنا. يومياً عم نواجه عناوين أخبار وأحداث بستوجب الوقوف عندها، إلا أنه وتيرة حياتنا السريعة أحياناً بتخلينا نمر مرور الكرام على العديد من الجوانب والقضايا. بدون أدنى شك مساء الخير عفاف لإلك ولجميع المشاهدين. في حلقتنا رح نكون مع العناوين الرئيسية لكن من جوانبها الإنسانية، ما بين القصة الشخصية للقضية المجتمعية وحتى المفاجآت البيئية رح تكون من ضمن ملفاتنا لليوم. ننطلق مع عدد جديد الباب على الباب. ما زال العنف المتفشي بمجتمعنا بحصد أرواح ضحايا، وما زالت أيضا عائلة التكروري من حي وادي الجوز في مدينة القدس بتحاول تلملم جراحها وألامها بعد الحادث التراجيدي اللي أودى بحياة مريم ابنة 21 عام، مريم مصطفى اللي انصابت برصاصة طائشي خلال شجار عائلي عنيف اللي تخللوا إطلاق نار كثيف. ومن جديد تفاصيل هذه الحادثة بتخلي كل شخص يشعر قديش الأمن والأمان معدومين، لأنه مريم أصيبت بالرصاص خلال تواجدها على شرفة منزلها، شرفة المنزل عفاف اللي المفروض انها جزء من مساحتنا في قلب البيت، مساحه امنه ايضا، ولكن هيك صار. رح نرجع نسترجع لحظات الحادث ونسمع تفاصيله مع السيد جمال تكروري قريب عائله المرحومه مريم. اهلا بك استاذ جمال وتعازينا الحاره لكم كعائله. تسلم يا رب، الله يسعدك ان شاء الله. استاذ جمال، حضرتك قريب العائله وايضا الباب على الباب، يعني الحيط على الحيط والباب على الباب مثل ما يقال، وحضرتك من اسعف مريم بعد الإصابة وحملتها للمستشفى، خذنا إلى هذيك اللحظات، شو اللي صار بالضبط؟ في ذات اليوم، يوم الجمعة، سبت، يعني يوم السبت، قبل بيوم كان في شجار عائلي بين الطرفين، جيران، وكان في نفس اليوم إنه هي تم الصلحة، لكن الصغار لم ينخضعوا لكراء لما الكبار، واندلع شجار في ضرب حجار، عيارات نارية فرقعية طقية مش طقية، ونفض الصلحة. في كانت مريم وامها واختها وبنتي كمان واقفين على البرندة، انا احد البيت قاعد تحت عم بقولهم كل واحد روح جو خش، لانه الوضع ما كان سهل، كان كثير صعب. نعم. في نفس اللحظة أنا اتصلت في البوليس 12 إلى 5، رفعت التلفون قلت لهم في شجار كبير عنيف وهلا لازم تحضر أي دورية شرطة للمنطقة. اتصلت أول مرة قالت لي في 1 و3، قالت لي هاني بالطريق. اتصلت على الأمبولانس، صار إصابات ضرب حجار وطقيع. اتصلت بالأمبولانس نفس الكلام، قالوا لي بالطريق. في الاثنين اندلع إطلاق نار كان من الطرفين، وكان في ناس كثير، يعني قد النظر استشهدت مريم، كان في كمان اصابات اخرى، كان في اصابات اخرى اشخاص منهم. استاذ جمال، بجزئيه الاتصال بالشرطه، يمكن لانه الموضوع ايضا يعني تم التطرق له، ولكن لحتى نوضح، يعني والده مريم تقول انه الشرطه حضرت الى مكان الحادث بعد 2 ساعات، ولكن الشرطه من جانبها قالت انه تلقت البلاغ الساعه 11:58، يعني لحظات قبل منتصف الليل، وحضرت البلاغ وحضرت بعد 21 دقيقه. يعني شو السيناريو الاقرب الى الواقع؟ حضرتك كنت موجود. مش منه الكلام، انا اتصلت في بالضبط زي ما تفضلت 12 إلا 5 دقائق، لما حضرت الشرطة حضرت 2:45 لأرض الموقع بعد ما صارت الأحداث عنيفة جدا جدا. لو حضرت دورية شرطة واحدة في أثناء الوقت اللي أنا أقرب مركز شرطة علينا، إذا أنا بياخدك من بيتنا لمركز شرطة 5 دقائق مشي، 2 دقيقة بالسيارة أو 1.5 دقيقة مش أكتر. يعني حتى ال 21 دقيقة هي ما كانت منطقية، حتى يعني بحسب ما تقول. نعم أستاذ جمال، شو لازم نعرف عن مريم؟ من هي مريم؟ يعني حدثنا أكثر عن تفاصيلها. نتطرق لقوش الموضوع. أمها وقفوا الثلاثة، أختها من الشمال بالنص هي، وأختها الثانية على اليمين. بالفترة هاي كان إطلاق نار عنيف جدا، دخلت رصاصة من الشباك مسكر، دخلت من الزجاج، اخترقت الإيد، من الإيد للقفص الصدري للشرايين للقلب دايري دغري. هلا امها عم تصرخ تحت بتقول البنت. طلعت تحت من تحت انا واخوها، ننزلها من فوق، نزلناها من الشرف الثالث المطابق الثالث على تحت، اني الاقي امبولانس ما فيش، الاقي حدا، لقيت سياره جارنا واقفه حد البيت، فتحت الباب اللي وراني وحطيتها فيها واخذها دايركت دغري على المستشفى. اقرب مستشفى كانوا المقاصد، وفي الطريق هي فارقت الحياه، يعني
أنا متأكد وأنا نازل جهة الدرج في فرقت الحياة. فرقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى. سألتك من هي مريم؟ يعني ماذا علينا أن نعرف عن مريم كإنسان؟ مريم أصلاً من العائلة هاي، من الناس الحافظين الدين قرآن، من بيصلي الفجر حاضر في المسجد جنبها دقيقتين بعيد عن بيتها، طموحها كي كل زي كي أي صبية تصبح إنها تخلص تعليمها تتجوز يصيرها لها بالمجتمع كلمة بالمجتمع زي كل صبية بتحلم، زي كل صبية محافظة على الدين حافظة القرآن. هذا أهم إشي إحنا عنا لحافظ القرآن، وكانت امبارح يوم الثلاثة إنها فيه تكريم عشان حافظ القرآن غير بالأقصى مدرسة الأقصى تأخذوا شهادة تكريم إنها حافظ القرآن على الغيب. هذا كان يوم الثلاثة إلها، كان معادة والحمد لله مصرش النصيب والنصيب استشهد. طب يعني أستاذ جمال، بما أنه نتحدث عن شجار عائلي، شجار بين الجيران أيضا، ولحتى نوضح هاي النقطة، يعني أيضا سمعنا تصريحات من أبناء العائلة أنه عائلة مريم لم تكن طرف في هذا النزاع، وكان في مساعي لحله ولكن باءت بالفشل. هل مستمر هذه المساعي أيضا؟ يعني ماذا عن التحقيقات في هذا الموضوع؟ هل عم تعرفوا شو عم بيصير بالخلفية؟ عم بيشاركوكو؟ نحن ليس لنا علاقة في أي تفاصيل بالطوشة. إحنا حالنا واقفين حد عم نفزع بين الطرفين، يعني الشباب العائلة وكل منطقة وادي الجوز وحي وادي الجوز كليتهم عم بفضوا الخلاف اللي بين الطرفين، يعني قد ما قدرنا نستطيع، ولكن رصاصات بالهواء، عيارات نارية بالهواء، يعني كل واحد بخاف على حاله، يعني جوا بيتها ما فيش أمان، يعني جوا البيت ما في. أنا ومنطقتنا من المناطق الراقية جدا في وادي الجوز، يعني عمره في حياته ما صار فيها زي هيك مشاكل. نعم. بس نصيبها. أستاذ جمال، يعني السؤال الأخير هو حول مساعيكم، يعني عفاف لا يخفى على أحد أنه في دور للمجتمع نفسه بحل المشكلات. هل اليوم في مسار من أهل الحي أهل الحارة لإصلاح الشجار بين العائلتين أو الخلاف بين العائلتين، حتى ما يكون أيضا في إصابات أخرى أو حتى لا سمح الله ضحايا إضافيين؟ هو طبعا في من رجال العشائر دخل في الموضوع عشان يصلحوا مع بين الطرفين بعد ما فوات الأمان، بعد فوات الأوان، يعني فات الأوان استشهدت المريم، يعني ما بقي منها لا شيء. يعني شو استفدت أنا؟ شو استفدت الأم؟ حصرت الأم، حصرت الأخت، حصرت إخوتها، يعني بعد إيش؟ يعني من البداية لازم يكون في إصلاح بين الطرفين من أول، لأنه الشجار هذا من 3 أشهر تجدد أول مرة، ثالث مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، 3 مرات تجدد الشجار هذا. وهذا بحد ذاته صوت لازم يوصل للجميع. ولكن بجملة أخيرة أستاذ جمال، كعائلة موجوعة، يعني مريم بنت 21 سنة برصاصة طائشي قتلت، ما إلها صلة لا من قريب ولا من بعيد بهذا النزاع، ومجتمعنا ما زال يحصد المزيد من الضحايا. رسالتكم كعائلة موجوعة على يعني الفقيدة وضحية هذه الحادثة؟ رسالتنا لكل المجتمع العربي حتى في الداخل، إخواننا في الداخل، إنه الجريمة القتل هذا حرام، حرام. الرسول كان يقول إني أرى هدم الكعبة أهون علي أن أرى قطرة دم مسلم تنزف، يعني الرسول كان يقول إنه أشوف الكعبة مهدومة ولا أرى قطرة دم مسلم تنزف. هذا وبارك كمان أنا بحمل برضو البوليس نعم، يعني هو معني في هيك شغلات إنه يدية بالعنف، لو انه هو بتدخل من بدايتها، من اول المشكله ما صارت، اي مشكله بتدخل من بدايتها وبتابع الموضوع لم يحصل عنف. وكون رادع قوي لكل واحد انه جرع يحمل السلاح غير شرعي، لان كل واحد بيحمل السلاح غير شرعي هذا بيبقى ليس سلاح غير نعم من السلاح الغير مرخص. تقصد جمال تكروري، تعازينا الحاره مره اخرى وشكرا لك في هذه المرحله. ومن هذه التجربة الموجعة والأليمة إلى تجربة أخرى عم بتعيشها الناصري وحالي من الامتعاض بعد قرار بلدية الناصري بإزالة طاولات المطاعم في ساحة عين العذراء وقيام شرطة البلدية بتنفيذ هذا القرار. وهذا التنفيذ أثار موجة من الاستياء والغضب عند أصحاب المطاعم والمصالح في المكان، وعدد كبير من المنشورات المنددة بالقرار كمان
نشرت على الشبكات الاجتماعية المختلفة. وأيضا مصطفى، البلدية من جانبها بتقول أنه إزالة الطاولات أتت على خلفية عدم استجابة المصالح للتعليمات، ومدير قسم وحدة تطبيق القانون ببلدية قال أنهم قاموا بتطبيق القانون من أجل الحفاظ على الحيز العام بالمدينة، وأيضا شدد أنه لا يعقل وضع طاولات المطاعم بجانب مقاعد في أماكن عامة. إحنا من أيام ما نحاول نتواصل لأخذ تعقيب بلدية الناصرة على كل هذا الجدل والنقاش، لكن حتى اللحظة لم ننجح. سنسمع ونسمع أيضا صوت الشارع وصوت أصحاب المصالح من خلال لقائنا الحالي مع مدير جمعية السياحة الأستاذ طارق شحادي، بنضم لنا من خلال الزوم. سلامات أستاذ طارق، رمضان كريم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير مصطفى وجميع المشاهدين. وحضرتك بألف خير. يعني في البداية أستاذ طارق، هيك بإيجاز بدنا من خلالك توصل صرخة أو صوت واستياء أيضا أصحاب المطاعم في منطقة عين العذراء في الناصري بعد اتخاذ هذا القرار وتنفيذه من قبل شرطة البلدية. أولا الصرخة هي صرخة عارمة، يعني مش بس أصحاب المطاعم، تقريبا كل الشرفاء وكل الناس اللي بهمها مصلحة الناصري وبهمها مصلحة هاي البلد اللي للأسف الشديد في السنوات الأخيرة كل مالها ما بتراجع لورا. وإحنا الأمور اللي موجودة في ساحة العين هي حيز عام مظبوط، حيز لكل الناس تم بسنوات طويلة العمل على تطويره، وأنه يكون فيه مصالح ويكون فيه مقاهي ويكون فيه منفس لأهل البلد من خلاله للتواجد في الناصرة وعدم الخروج منها، وإصدار العديد من الفعاليات اللي كانت موجودة إن كان مهرجانات وغيره، حتى يكون في حيز عام مستعمل لشيء جيد، ثقافي، فني، مقاهي، كل هذه الأمور اللي بتفيد أهل البلد أولاً وبتفيد كل زائر. يعني أستاذ طارق، يعني ما تقوله لم تعترض عليه البلدية. البلدية حسب يعني تصريحات لرئيس بلدية الناصر الأستاذ علي سلام قال إنه إحنا بدنا إياها تكون حيز عام ومساحة، لكن هي مش ملك لاستثمارات أصحاب المطاعم من ناحية مقاهي وكراسي. أولاً دعني أسألك بس من فضلك، يعني هل تم إعلام أصحاب المطاعم بهذه الخطوة قبل تنفيذها، ولا هني شافوا إنه فجأة وصلت سيارات البلدية وحملت الكراسي؟ تم إعلامهم يوم قبل للأسف الشديد. والصراحة في قرار مجلس بلدي من شهر 12 2019، ولأن أتت الكورونا ولم يتم تنفيذه، واللي فيه عمليا تم الاتفاق مع أصحاب المقاهي في منطقة العين والمطاعم بأن يقوموا بدفع مبلغ مقابل كل متر يستعملوه في الحيز العام اللي هو في الساحة. وللأسف الشديد المسؤول عن تنفيذ وتطبيق القانون هو البلدية التي لم تقوم بتطبيقه حتى هذا اليوم. والأمر أنه يتم بشكل تعسفي تحميل المسؤولية على أصحاب المقاهي والمطاعم، هذا بسموه عيب على بلدية بتحترم نفسها أن تقوم بعمل من هذا العمل. أنت اليوم موجود كمطبق للقانون، طبق القانون وقوم بالتعاون مع أصحاب المطاعم، قيس الأمطار اللي أنت بحاجة لها. الموضوع مش موضوع أمطار، أنا حسب رأيي الموضوع هو أعمق من هيك. إحنا بنحكي على مدينة زي مدينة الناصري، على تاريخ مدينة الناصري، على مستقبل مدينة الناصري وكيفية التعامل معه في الأوقات هاي. وإحنا بنشوف وسائل التواصل الاجتماعي مولعة، ونشوف الصور اللي موجودة في كل مكان في مدينة الناصري. حق إنه بلدية الناصري تكون بإخلاء الأرصفة للمشاة منها تيجي تكون بإخلاء ساحة العين من كراسي لا تضايق أحد. طب بالتحديد يعني من هاي النقطة اللي عم تذكرها أستاذ طارق، يعني هنالك من يقول بأنه حق البلدية تجبي رسوم معينة لحتى يكون في يعني تنظيف وكل بالضبط كل هاي الأمور اللي ذكرتها البلدية، ولكن الانتقاد كان إنه التوقيت مش صحيح، بالذات إحنا بعدنا عم نطلع من يعني أزمة كورونا، من الأزمة الاقتصادية، وأصحاب المطاعم والمقاهي إني أكثر ناس دفعت أثمان 3 إغلاقات متتالية. هل بتوافق هذا الرأي إنه ممكن يعني التوقيت هو مش حكيم باتخاذ هذه الخطوة وتنفيذها؟ أولا لا أستطيع أن أجزم أنه في توقيت صحيح أو غير صحيح في قضية إزالة الكراسي، لأنه في اتفاق على البلدية تنفيذ الاتفاق مع أصحاب المقاهي، تعالوا خلصوا الموضوع معهن، ولا إنسان متضايق من هاي الكراسي في هاي البلد. تنين قضية التوقيت الثاني اللي هو برمضان، هذا أنا بحط عليه علامة سؤال كبيرة، ليش بهاي الفترة يتم إرسال مفتشين من البلدية لإزالة الكراسي والطاولات، وفي البارحة كنت في المنطقة ما كفاهم يزيحوا الطاولة. يعني في نوع من مش عارف، في إشي غلط هون عم بيصير غير مفهوم مبهم. لما بيجوا كمان مرة المفتشين البارح بيقولوا في شمسيات مرميات على الأرض، يا بتكمون يا منخدين. يعني في هون نوع من
تحريض استاذ استاذ طارق غير مفهوم علينا. بوسترات او تصميم ملصق بوستر واحد نشر بكثافه على مواقع التواصل وهو نازلين بالجمعه والسبت نقعد في الحيز العام في الناصري جيبوا كراسي. شو راح يكون يوم الجمعه والسبت في البلد؟ اولا هذا حراك شعبي حراك شبابي. اقول لك انه بعرف مين اللي عامله لليوم ما حدا بيعرف. اللي بعرف انه اهل البلد كلياتهم المستقين اهل البلد بيقولوا شو لازم نعمل. انا قعدت مع كثير شباب اللي اليوم بيحكوا على شيء واحد، لوين بدنا يوصلونا في هاي البلد؟ نتركها ونمشي؟ لا مش راح نتركها ونمشي، راح نيجي نوقف ونقعد في ساحه العين ونحاول احنا اهل البلد ناخذ الحيز العام الى المكان الصحيح، الحيز العام اللي لا يضر باحد. نعود ونقول يعني احدى المشاكل اليوم اللي موجوده بعد الكورونا وإغلاق، إذا بتطلع على ساحة العين الفوقة عملياً بجانب كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس بنشوف فعلاً ثلاث مطاعم تم إغلاقها من خلال فترة الكورونا. نعم. لم يستطيعوا أن يستمروا ما بعد الكورونا. بحسب ما ورد عن بلدية الناصري أستاذ طارق، يعني هناك ممكن تكون في دعوة لأصحاب المصالح الموجودة في ساحة العين خلال الأسبوع المقبل لجلسة مع البلدية، صار الأمر رسمي؟ تمت دعوة أصحاب المصالح بشكل رسمي لهيك جلسة؟ حتى الأمس حسب ما عرفتي لم يتم دعوتهم لجلسة. في حال كانت شو المطالب الأساسية اللي راح تكون عند أصحاب أصحاب المطاعم؟ يعني إحنا نقول الله يعينهم مش بحاجة لكثير مطالب، هن في عندهم اتفاقية كانت مبرمة مع البلدية بيطالبوا بتنفيذها، جربوا بعض منهم قبل أيام وبعد الكورونا مباشرة بالتوجه للبلدية لطلب جلسة حتى اليوم لم يستجيبوا لهم وفوجئوا بعملية إزالة الكراسي أو ب هذا الإجراء التعسفي. إحنا بنقول شفنا وضع مدينة الناصر اليوم، يعني امبارح كان في نتائج على قضية البطالة، بنشوف أن الناصر تتصدر المدن بينما نزلت في كل المدن اليهودية وجزء من العربية. في الناصر 27.7% 8% نسبة البطالة بينما بمكان أخرى 10%. هل هذا ما نستطيع أن نقول عنه مساعدة البلد؟ أظن أنه في هنا أمور علينا أن كلياتنا نيجي نتوحد ونشتغل مع بعض. كيفية إعادة الحياة الاقتصادية مش بالشعارات، بالعمل الدؤوب يوميا، كيفية التعامل مع هاي المدينة مهمة جدا لكل إنسان شريف، لكل إنسان بهمه مصلحة الناصري أولا، مصلحة بلده اللي عايش فيها. طب أستاذ طارق، لأنه مش بالشعارات مثل ما حضرتك عم بتقول، وحضرتك أيضا مدير جمعية السياحة ويعني رئيس بلدية الناصر السيد علي سلام بيقول أنه هدفه الآن هو تسويق الناصرة سياحيا، وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه منطقة عين العذراء هي منطقة هامة ومركزية في مدينة الناصري، هل إذا فعلا يعني قامت مشاريع من هذا النوع، إذا بلشتوا تسمعوا أنه في مثل هاي المبادرات على أرض الواقع، ممكن أنه يعني تشوفوا هذا القرار منطقي نوعا ما؟ لأنه أيضا على ذكر مواقع التواصل مصطفى في كتير صور نشرت اللي كانت تقارن ما بين أوروبا والحيز العام في أوروبا، إنه في كل دولة في كل يعني مدينة سياحية في العالم في مثل هذا المشهد. طبيعي جدا، إحنا بنشجع كل عملية تسويق. للأسف الشديد نحكي كمان مرة، صرنا بنسمع هذا الحكي 7 سنوات اللي فيها بنسوق. أنا بتوجه لبلدية الناصري يكشفوا الأوراق تاعتهم ويقولوا أوكي افتح لي الميزانية وشوف لي قديش عمليا استثمرت في تسويق الناصر خلال 7 سنين الأخيرة من ناحية تسويقية، من ناحية بنية تحتية. احنا شايفين البلد كل مالها ملا ورا، يعني ما بدنا شعارات، بدنا تنفيذ. جزء كبير من هاي الأمور على البلدية أن تقوم بها. قبل كل شيء هو التعامل مع أصحاب المصالح كجزء مهم جدا في قضية تطوير هاي المدينة، مش تغييبهم وبس قضية محاولة استفزازهم بشكل أو بآخر لإغلاق أماكنهم بالآخر الناصر تصفي مقبرة. نعم، إذن الجمعة والسبت عفاف في الناصري، الحراك النصراوي اللي عم يولد نتيجة هذا القرار، نازلين يقعدوا في الحيز العام وهي مبادرة للاحتجاج بشكل معلن. الأستاذ طارق شحادي مدير جمعية السياحة في الناصري، شكرا لك، ونحن طبعا بانتظار تعقيب رسمي من البلدية، وأكيد أكيد سنوافيكم به فور وروده. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، كل عام وانتم بخير. ومن الناصرة إلى يافا اللي أيضا بتعيش أجواء غاضبة ومتوترة، ولكن إثر تجريف المقبرة ورد الشرطة على احتجاجات الأهالي بالعنف والاعتقالات، حيث اعتدت على أكثر من تظاهرة احتجاجية هناك. صحيح، ويعني الناشطة سالي عبد اعتقلت بداية الأسبوع في يافا بعد مشاركتها في إحدى المظاهرات الرافضة للاستيطان في المدينة. عم بتشوفوا الفيديو حاليا للمشاهد، مشاهد اعتقال سالي عبد خلال تظاهرها في يافا وتحديدا يوم السبت. وسالي موجودة معنا من خلال تقنية الزوم كونها يعني مفروض عليها الحبس المنزلي لمدة 5 أيام. تحياتنا سالي. مرحبا. إذن خذينا إلى التفاصيل، ما الذي حدث في كواليس المشهد أو الفيديو الذي شفناه؟
الحدث هو خطف مفاجئ من قبل الشرطة اللي هن عوامل الشرطة اللي كانوا مخفيين اللي كانوا لابسين أواعي مدنية، ما كنا عارفين إن هن عمليا شرطة. كانت مظاهرة كثير سلمية، كان أغلبية حتى كثير من الأطفال الموجودين غاد، كنا نحكي شعارات، شعارات للسلام، شعارات للحرية، شعارات ضد الاستيطان. وصار التفاقم عمليا لما كان في قاصر عمره 11 سنة يافاوي اللي ضرب، أنا ما شفت الإشي بس المفروض أنه ضرب مفرقعات باتجاه البيت اليشيفا للمستوطنين، ومن غاد عمليا اختطف القاصر، وإحنا ما فهمنا شو صار يعني. حسب علمنا إحنا أنه الإشي غير قانوني يعتقلوا قاصر، فحاولنا عمليا إيقاف هذا الاعتقال، ومن غاد تفاقمت الأمور، وللأسف كان في تعنيف شديد جدا على كل المتظاهرات. وليش أنت تحديدا مثالي يعني، هل دفاعا عن القاصر لأنك تدخلتي ربما في هذا الموقف؟ يعني ليش تم الاعتداء عليك واعتقالك بالتالي؟ أنا بمزح بقول أنا طلعت بالسحبة. أنا حسب رأيي للأسف هاي تكتيكا اللي هي للتخويف، لردعنا من عن جد إنه نطلع ونكمل النضال ونروح على الميدان ونكمل هاي ال نعلي صوتنا ونكون بتضامن مع أهل يافا. نعم سالي، يعني بظروف الاعتقال أنت تم توقيفك لفترة ليوم أو لساعات؟ يعني أعطينا التفاصيل، بأي شروط تم تحريرك؟ ساعات جدا تافه، لأنه يعني حتى الاعتقال هو اعتقال على القد تافه، ما في حتى إشي يعني، أنا ما في إشي اللي هو يردعني أطلع غير إنه هني قالوا لي إنه ممنوع أطلع. لما كنت غاد كان جدا واضح إنه أنا ما عملت إشي ضد القانون، وواحدة من الاتهامات كانت إنه أنا اتعديت على شرطي الإشي، يعني أنا ضحكت بس قالوا لي يعني، رحت على المحطة وقلت لهم على شو أخذتوني، بعملوا لي تكافت شوتر، قلت لهم أنا صرت أضحك يعني، بل الهاي صرت أضحك. الإشي جدا تنمر. وتم تحريرك وإطلاق سراحك بالتالي سالي، لأنه ما في توثيق لهذا يعني الاعتداء على الشرطي اللي يعني بحسب ادعاء طبعا تم حاليا. فش انا حسب رايي ما في كمان لائحه اتهام، وبتامل ما يكون في لائحه. وكأن الموضوع كان بهدف التخويف وانتهى، بس تخويف ما ترجعوش. نعم. ما ترجعوش سالي، يعني الوضع في يافا ما يزال متوتر، وهناك يعني شباب اخرين وانا مهم لي اكثر نحكي عن فلوين كيف تقرا الصوره يعني، لوين الامور تتجه برايك؟ الوضع بيافا جدا جدا صعب. احنا موجودين في محل مجتمع اللي هو جدا مستضعف لسنين، اللي هو مرق شعب اللي هو فقير، شعب اللي هو مهمل على يد البلدية وعلى يد الدولة. لما احنا بنحكي عن يافا بنحكي عن نشل عمليا كل العقارات اللي كانت والبيوت اللي كانت لأهل يافا من قبل، ولحديت إسه عملياً اللي عم بصير إنه الدور الثالث من النكبة الفلسطينيين الموجودين هون ما عندهم ولا أي حق في البيوت اللي هون موجودين فيها، وعملياً كلهم مفروضين يطلعوا ويخلوا بيوتهم. عم نحكي عن تطهير عرقي اللي بدي قبل 73 سنة وبعده مكمل حالياً، وللأسف ولا حدا عم بحكي عن الموضوع. احتجاجات وأنه كمان مصطفى يعني يافا من أشهر مش قليلة عم تتصدر العناوين بهذا الوضع المتوتر، أكيد بسبب كل موضوع يعني تجريف المقبرة والاستيطان وكل التفاصيل اللي ذكرتيها سالي، ولكن كيف راح تكمل الاحتجاجات؟ تعي ولا ننسى كمان إحنا مقبلين على إحياء ذكرى النكبة، وبمثل هاي الفترة كمان التوتر بيرتفع في هاي المناطق المختلطة. صحيح. أنا حسب رأيي اللي لازم يصير هو عن جد نضال، اللي هو كمان مش بس بيافا، قصة يافا هي قصة عكا، وهي قصة الرملة، وهي قصة اللد، وهي قصة شرقي القدس، الشيخ جراح والأسوية يعني إحنا عم نحكي عن قصة اللي هي للتنكل في شعبنا الفلسطيني، ولتطهير عرقي اللي عم بوجود، اللي هم عم بتجربوا عن جد
يعني في عندنا كمان استعمار أو استيطان اللي هو يهودي صهيوني، وفي عنا استيطان اللي هو أكثر اقتصاد اللي بيقولوا له جنتريفيكاتيا اللي عم بيصير في كل هاي المدن، خاصة في يافا. وأهل يافا الأصليين هن الضحية الكبيرة لهذا يعني لكن إحنا عم نطلع سالي على الصورة والمشهد بشكل عام. تكررت عفاف الاعتداءات بين الشرطة والمتظاهرين والمحتجين في كذا منطقة. صحيح. يعني أيضا في مظاهرات الناصري في قبل شهور وفي أكثر من مكان. شو اللي عم بتحاول الشرطة تقوله للناس للمحتجين؟ ردع. اللي عم تحاول تقولهم إياه إنه هذا الحق الديمقراطي، أنا دائما لما أستعمل ديمقراطي في مزدوجين موجودين شوي للأسف الشديد، في عنا حق ديمقراطي مدني إنه إحنا نطلع ونتظاهر ونحتاج، وللأسف اللي عم بيقولونا إياه هو ما إنكم على هذا الحق. لما الإشي بيجي على حقوقنا إحنا خاصة كفلسطينية خاصة كعرب ما إلكم هذا الحق. في مشروع تهويد، في مشروع اللي هو عن جد تنكل في كل المجتمعات العربية وخاصة المستضعف الموجود هون في يافا، اللي لازم احنا نعمله. وهذا عن جد انا مهم لي حسب رأيي، هذا النضال اللي هو محلي بس هو نضال كمان قومي لنا جميعا، وانا حسب رأيي اهم اشي احنا ممكن نعمله كعرب كفلسطينيين في الداخل هو انه نتنظم حوالي هاي الشغلات. شفنا هذا الاشي في النضال ضد آفة العنف الجريمي مع حركة شبيبة ام الفحم مثلا، اللي عن جد عم بتحاول تنظم الاشياء كمان على افاق اللي هي اكثر قطرية مش بس محلية. ولازم نبدأ نشوف كيف إحنا ممكن كمان نوصل بين هاي النضالات، نشوف شو الأشياء اللي بتربطها مع بعض وشو ممكن نعمل مع بعض كمجموعة منظمة لحتى أيضا كمان يوصل للصوت الحقيقي والصورة الحقيقية. مصطفى بالذات إنه الإعلام العبري مرات وكأنه عم نشوف بالعناوين يعني بيوصل صورة مختلفة، مواطنين عرب اعتدوا على حاخام يهودي، شبان عرب اعتدوا على شبان يهود، وكأنه في يعني بيحاولوا يغيبوا المشهد الحقيقي للقضية. صحيح. إذن سالي عبد يعني شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. وإلى موضوع آخر اللي يثير استياء الجميع لأنه كلنا مستهلكين، وبشكل خاص في شهر رمضان شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعات غير مسبوقة بالأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وأرجع تجار الجمري أسباب الارتفاع إلى الوسطاء وحلقات التداول وأيضا إلى زيادة الطلب. بدون أدنى شك، لكن هذا رأي التجار، أما رأي الاختصاص في المجال الاقتصادي والاستهلاكي ربما بيحملوا رأي آخر لأسباب هذا الارتفاع. انضم إلينا المستشار التنظيمي والخبير في علم النفس الأستاذ عبد الهادي خروب، اهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير. اذا يعني عبد الهادي في البدايه، شو سبب هذا الارتفاع هيك غير المسبوق اللي ما بيراعي حتى الازمه الاقتصاديه اللي بعد المجتمع العربي عم بخرج منه، مش بس المجتمع العربي يعني في البلاد بشكل خاص؟ يعني معقول سعر البطيخ مثل ما عم نشوف مصطفى على وسائل التواصل الاجتماعي اغلى من اللحمه 90 شيكل تقريبا؟ شوف، الأمر هو بدأ من قبل سنوات عديدة، يعني الأمر ليس فقط في فترة وتبعات، لا شك أنه في لفترة الكورونا وجائحة كورونا اللي مرينا فيها في إلها آثار، والآثار السلبية إلى جانب الآثار الإيجابية، ولكن السلبية بالمنحنى الاقتصادي الاجتماعي موجودة. ولكن أسعار الخضروات والفواكه في البلاد شهدت ارتفاع من 2007، وهذه معطيات ارتفاعات في عشرات النسب المئوية، يعني تتحدث عن ارتفاع 80% 90% 50% في بعض الخضروات والمنتجات، وهذا يعود لعدة أسباب. الطلب هو عامل صحيح أنه في زيادة طلب، وخاصة إحنا اليوم في عصر اللي هو في التشديد على الأكل الصحي، وبالتالي كل منظومة التربية والتعليم تشدد حتى على الأطفال في رياض الأطفال كلوا أكل صحي وتوجهوا إلى الخضروات. غير هيك أنه إحنا عمليا حتى في شهر رمضان أو حتى في فترة الكورونا الناس موجودة في البيوت، فبالتالي طلبها شيء طبيعي أن يكون طلب كبير استهلاك كبير. ولكن نرجع نقطة إلى الوراء للسبب في الزيادة. السبب في الزيادة أنه البلاد هي كانت بلاد فيها فلاحة، فيها فلاحين، فيها تصدير، فيها تصدير للخضروات، وبالذات حتى
البرتقال يعني مشهور من البلاد انه كان يصدر الى دول العالم، وبالتالي اليوم حتى على المستوى اذا اخذنا ذهبنا نوعا ما لمشهد السياسي اللي هي تؤثر على المناح الاجتماعي، يعني متى سمعتم عن مين وزير الزراعه؟ صحيح، وكانه فعاليه وزير الزراعه اين هي؟ أين المجلس الأعلى الاستهلاكي لمعتصلة سرخانوت من كل ما يتحدث ويحدث بموضوع غلاء الأسعار في الفواكه؟ أين التدخل أو التشريع مثلا البرلماني؟ لا نجد أعضاء كنيسة يتحدثون عن هذا الأمر. أين المراقبة اللي هي الدولة؟ الدولة إلها في إلها هدف في هذا الموضوع وإلها قدرة وصلاحية إنها تؤثر. لكن يعني دعنا هيك نحط الأمور في إطارها الصحيح. سنوات قبل كمان ما كانش في فاعلية لوزير الزراعة، ما كناش نشوف الاسم بالعناوين، ما كناش نشوف نشاط على أرض الواقع، على الأقل هذا ما يعني يصلنا في الإعلام. ولكن ما كانتش سعر البطيخة يوصل 90 شيكل. الموضوع اليوم كمان متعلق بأمور أخرى مثل الضرائب مثلا. طبعا ضريبة الجمرك اليوم تصل إلى بعض أنواع الفواكه، أنا أتحدث عن أرقام يعني ونسب خيالية كبيرة. يعني الفاكهة اللي تأتيك مثلا من تركيا السعر بتركيا مثلا قول 5 شيكل، دك تزيد عليه ضرائب ما يقارب الحوالي 60%. 60% هاي في الآخر سيصل بالنهاية في وسطاء للتجار، التجار الجملة، الشركات الكبيرة، في عندك الـ ما يسمى تكاليف في الاستيراد، أنك أنت تستورد في تكاليف في ميناء. لا شك أنه الكورونا أثرت، لأنه تعرف الخطوط الجوية، ضريبة الخطوط الجوية أيضا، وفي قلة في الخطوط الجوية في الطيران كانت مغلقة لفترة أيضا وبالتالي يأتينا المنتوج إلى المستهلك النهائي وهو كل الإضافات انضفت عليه بالطريق، وبالتالي يأتينا وهو جاهز ومحمل كيف ما بقوله بالسعر الغالي، وهذا أيضا يعني يضر بشكل ولكل هاي الأسباب. ما زال المستهلك هو يعني حرفيا ومجازا أيضا هو اللي عم بدفع الثمن. عبد، إحنا إسا حاليا بشهر رمضان، هو شهر الاستهلاك، وبالذات السلة الغذائية أكثر شيء المجتمع العربي بيستهلكه. ولكن هو يعني بالمقابل أيضا من الجهة الأخرى هو شهر اللي فيه حملات كتير، في منافسة أيضا بين المتاجر، ومع كل هاد ما زالت أسعار الخضروات أيضا، يعني إذا مش عم نحكي بس على الفواكه مصطفى، البندورة على سبيل المثال يعني من أشهر في كتير كمان يعني حديث على هاي الأسعار غير المسبوقة. كيف نقدر نفسر هذا الشيء؟ شوف إنه بشهر رمضان لا شك حتى إذا أردنا أن ننظر إلى المجتمع العربي خاصة، يعني لا توجد أي مائدة طعام اللي فيش فيها من مركبات الطعام، وأنا لست شيف أو طباخ، ولكن كمستهلك كإنسان كمواطن اللي يجلس إلى مائدة الطعام تجد المركبات الخضرة هي أساسية في كل الطعام. إذا تحدثنا عن موضوع فيش حدا فيش بيت زي ما يقولوها بالعامية اللي فيش على مائدة الطعام تبعته السلطة، صحيح، أو سواء السلطة العربية. وأقول لك في رمضان إحنا صائمين، وبالتالي بحاجة إلى تعويض للجسم نوع من النزعة التعويضية، أساسيات شوربة الخضرة، شوربة الخضرة كمان والسلطة وما إلى ذلك. فالاستهلاك هو كبير. أيضا عامل نفسي آخر، عندما نذهب إلى الاقتناء في المتاجر نحن نقتني الأغلب ونحن في جو الصيام، يعني أنت صائم وأنت جوعان، في عندك رغبة نفسية شديدة، في رغبات، هاي الرغبات بصير أنت كيف بيقولوا يكون لديك رغبة في أن تشتري كل المحل. صحيح. ليش؟ لأنك تريد إشباع هذه الرغبة النفسية اللي هي غريزية بأنك تسد الجوع في حاجة معينة. هاي الرغبة هي اللي بتسيطر عليك طبعاً، وهي اللي بتوجهك، وهي نظريات يعني في علم النفس موجودة. عادة في أستاذ عبد بيقولوا ما تشتريش وأنت جوعان، لا بأي مرحلة يعني مش بس في رمضان، مية بالمئة ما تشتريش وأنت في حاجة، يعني في الحاجة هاي. قبل إغلاق موضوع أسعار الخضرة والانتقال لمحور آخر، عفاف يعني إحنا بنقول اليوم لكل الصائمين إذا جاي عندك حدا يزورك بزيارة رمضان وحامل بطيخة قدر الموضوع بشكل مختلف كثير واللي معزوم كمان وفي على الطاولة صحن الشوربة بطيخ أو صحن صلت عن جد كمان يقدر هذا المضحك المبكي. لأخر شوي بتكون أغلى من الكافيار يعني. إلى محور آخر، حكت انطلقت يعني بالحديث عفاف على كل موضوع الاستهلاك في رمضان، وإحنا كل سنة في المجتمع العربي بنحكي عن هدر الطعام وبكميات كبيرة.
من منظوري على الأقل وكتجربتي كإنسان وشو عم بشوف، إنه بشوف الناس صارت بوعي أكبر، عفاف بطل في طبختين على طاولة الإفطار، صار في بكتير عائلات طبخة واحدة. السؤال شو الاستهلاك أو منسوب الاستهلاك بيقول؟ نأمل إنه الصورة اللي تصورها يعني مصطفى هي الحقيقة والواقع، لأنه اللي ما حدث قبل حتى جائحة كورونا والناس اللي كان في شبكات التواصل الاجتماعي وتصوير الأكل والمنافسة والتباين الطبقي، وكأنه كل إنسان يريد أن يظهر ويشبع الرغبة تبعته افتراضيا قبل أن يشبعها يعني حقيقيا وجسمانيا. فبالتالي نأمل أنه الوضع هو كالآتي، ومن هذه المنصة نتوجه للناس ونصيحة يعني بهذا الشهر، يعني أنت في عندما تكون صائم ويكون عندك مائدة الطعام، الأكل محدود، يعني حتى هذا يقولوا في من ناحية علماء الطب، ولا يعني الأكل اللي ستأكله هو محدود، ما في وساع وكم هائل، وحتى وأنت صائم إنك تأكل كل هاي الكمية الأكل. فبالتالي الاستهلاك الحكيم بهذه الأيام هو مطلب الساعة، وخاصة ممكن التأثير اللي أنت بتقول فيه، ممكن هاي التأثيرات الإيجابية اللي كانت في كورونا، وأنه الناس تعرف الوضع الاقتصادي، الإغلاق نوعا ما، موجودين في البيت كنا فترات كبيرة اللي فيها تعودنا إنه في أكل وفي استهلاك للأكل، فصرنا نوع من المساءلة والوعي الذاتي. صحيح. يعني في تطور لوعي معين، لعل وعسى أن يكون هذا الوعي مجتمعي أيضا وليس فقط فردي، وهين تقع مسؤولية مش بس على الأفراد، تقع مسؤولية على المؤسسات، على المجالس المحلية في التوعية، وأيضا على الدولة بشكل عام. وفي كمان جانب عبد ومصطفى، يعني إحنا عم نذكر كتير الأزمة الاقتصادية اللي ما زالت طبعا يعني تلقي بظلالة التجار، أصحاب البقالات اللي موجودة في الحارات في بلداتنا العربية، كمان هني يعني عانوا الأمرين. كيف ممكن صحيح. يكون في معادلة اللي تنصف أكثر من جهة؟ يعني كمان المستهلك يحس إنه الأسعار عم بتراعي احتياجه وهو رب عيلة في نهاية المطاف، وأيضا يعني صاحب البقالة والمتاجر الصغيرة اللي ما بيقدر ينافس شبكات الغذاء الكبيرة. شوفي هنالك يعني هذا الأمر اللي يخص الزراعة والتجارة في الخضروات، كان في تقرير لمراقب الدولة من هاي الأمور اللي بالآخر تنتهي لدى المستهلكين ولدينا كمواطنين، هي تأتي من سياسات عليا، يعني تغيير وإصلاح في هذا المجال يجب أن يكون هنالك تدخل للحكومة، وبالذات تدخل لوزارة الزراعة. وكيف تدخل هنالك؟ يعني أنا قرأت نوعا ما جزئية من تقرير مراقب الدولة، إن هنالك يعني إمكانية لتشجيع المزارعين في الزراعة من ناحية القوى العاملة، من ناحية منح نوعا ما أو قروضات بنكية اللي تساعدهم يواجهوا الأمر الموجود، ويكون في عندك اقتصاد محلي وتصدير محلي، لأنه بالآخر إذا أنت عملت البندورة المحلية كان في عندك قدرة تنتجها، أكيد سعرها بيكون أفضل أرخص. وأرخص من ما أنه أنت تستوردها بدون من الخارج. بس أستاذ، فالإنتاج الذاتي هو مسؤولية أيضا حكومات، ليس فقط الشعب أو التجار، بالآخر الذي يعاني هو المستهلك النهائي المواطن. نعم. والتاجر نفسه أو المزارع. نعم. أنا أقول طيب، لما قلت أولا هل في مؤشرات إنه الأسعار الخضروات يعني ترجع للمعدل الطبيعي اللي تعود عليه المواطن خلال السنوات الماضية؟ هذا من جهة، واثنين بما يتعلق بموضوع الاستهلاك قلت هناك في معادلة حكيمة، الموضوع يعني بحاجة لتفسير، شو المعادلة؟ شوف هناك العديد من النصائح، يعني أنا دائما أقولها وليس فقط يقتصر على الخضروات، المعادلة الحكيمة في الاستهلاك الحكيم إن إحنا كعائلة نخطط لهذا الشهر الكريم، يعني إذا عنا كيف بيقولوا طبخات معروفة، المستلزمات نوعا ما معروفة، مجرد أنك تعد قائمة، والقائمة فيه نوع من التصور الذهني عندك لما أنت بتفوت المتاجر بخاصة الكبيرة، الأمور تعرف في أقسام، إذا أنت بتفوت وبتعمل القائمة حسب التخيل العقل كيف أنت بتمشي في المتجر التجاري، عمليا أنت تستهلك حسب شو الليستة، حسب القائمة، وبالتالي ليس هنالك مجال لهي المغريات والمشوقات والحوافز اللي تؤثر على نفسيتك ودافعيتك بأن تأخذ وأن تشتري وتقتني ما لست بحاجة إليه، يكون تأثيرها عليك بدرجة أقل. طبعا هذا بحاجة
إلى أيضا تدريب، وأيضا حتى هاي فرصة من ناحية البحث العلمي أيضا الأكاديمي، هاي فرصة لأنه اليوم إحنا نعيش ظروف مغايرة اللي فيها طبعا اللي هي الكورونا، والكورونا إلها عواملها وظروفها اللي أيضا رح يكون في أبحاث اللي تثبت ذلك يعني، ودراسات اللي تثبت ذلك في المستقبل إن شاء الله القريب. وأكيد كمان ما ننجر وراء الحملات، لأنه كتير مرات إحنا بنشتري عشان الحملة مش عشان إحنا بحاجة لسب أناني المشروبات الغازية وما إلى ذلك. بالنسبة للسؤال الشق الثاني اللي هو الأمل اللي حكى عنه مصطفى، دائما في أمل، الأمل موجود، ولكن كما ذكرت قبل التغيير يأتي من مؤسسات، من تغيير من فوق. اليوم إذا أضرنا أن نسلط الضوء عن الوضع الراهن اللي نعيشه اجتماعيا وسياسيا، إحنا في مأزق، لأنه حتى الآن بعد انتخابات عديدة وهدر للأموال العامة بسبب الانتخابات، وليس لديك حكومة، حكومة يعني لا يوجد وزارات فعالة، لا يوجد ميزانيات، لا يوجد خطط عمل، وكأنه كل أمر هو مؤقت. في المنظومة المؤقتة أنت لا تعمل، ولا نستطيع أيضا كمواطنين أن نعطي أصابع النقد البناء لحدا، لأنه اليوم أقول لك مثلا تسأل من وزير الزراعة، 90% لا يعرفون. نعم، إذا يعني عفاف إحنا حاولنا نجيب على أسئلة صوت الشارع في الأيام الماضية، الكثير من المنشورات اللي كانت تسأل شو سر أسعار الخضار والفواكه المرتفعة، ونتأمل أنه وصلت الإجابة. نتأمل أنه وصلت الإجابة اللي هي إجابة مركبة، وهيك الجملة الأخيرة مصطفى، كل ما هو مفش حكومي على ما يبدو راح يضل الغلاء قائم، ورح نضل نتذمر على الشبكات الاجتماعية. صحيح عبد الهادي خروب، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. وإلى مبادرة تربوية جميلة وهادفة، خلال أزمة كورونا وتبعاتها اللي أثرت على كافة مناحي حياتنا، ومع ابتعاد الطلاب والأطفال عن المدارس والتعليم الوجاهي، اختارت ضيفتنا المبادرة لبناء لعبة تعليمية تعود بنتها بشكل أساسي عن الفجوة اللي سببتها كورونا. جميل جدا، وبحسب اللي عرفناه أن اللعبة تعليمية فيها 20 موضوع مختلفة حسب المطلوب بالمنهج، وبتركز على تمرير المواد للطلاب من خلال اللعب. عفاف تعلم مع عروبة ومعنا نورة نفافها الأم، وعروبة صاحبة حقوق الاسم في استوديوهات الباب على الباب. مساء الخير رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي نورة. بلش نحكي عن اللعبة مباشرة. شو يعني شو رح نعمل، شو بتعمل اللعبة؟ أوكي، اللعبة مثل ما تفضلت أنه هي 20 محتوى اللي هي بتغطي من جيل 2 إلى 10 سنوات، وممكن للتعليم المبكر الأهالي يستخدموها، وممكن كمان للي عندهم صعوبة في التعليم. اللعبة بلشت الفكرة هيك، أنه بنتي كان إغلاق فيش مدارس، وفي مادة لازم تتمرك لها، فكنت أنا نتعلم نقضي وقت اللي عن طريق اللعب وأعمل لهم ألعاب. ففي كان محتويات المتوفرة بالسوق أشتريها، وفي مثلا ألعاب اللي هي خاصة باللغة مش موجودة، فكنت أنا أعملها يدويا. فلقيت أنه الفكرة نجحت مع بنتي اللي هي عمليا تعلمت أول سنة روضة، من نص روضة لجديد ترجعوا على المدارس كان إغلاق. فأنا بالنسبة اللي بنتي طالع صف أول، فضل أنه التعليم عن طريق الألعاب هي جاهزة لصف أول. يعني بنفهم أنه من الحاجة هيك والتجربة مع عروبة عن جد ولدت هاي المبادرة، قبل ما نشوف فعليا شو عن جد تعلم مع عروبة، لأنه التعليم كان مع عروبة. كيف كان التفاعل نورة هيك، دخلينا أكتر يعني قديش كانت عروبة عن جد تتفاعل، بما أنه كل الفكرة هي تمرير نوعا ما، كانت تتفاعل وتعلم مع عروبة لأنه بلشت تطبق مع أخوها أنه هي تعلمه. جميل، بنفع نشوف شوية بطاقات نبدأ بالسجع. جاهزين نلعب؟ سجع؟ يلا. سجع. سجع الكلمات. جميل. يلا أنا طلع معي الدواء، شو سجع الدواء؟ غذاء. غذاء، برافو عليكي. شو كمان ممكن؟ يعني بس شو ممكن محكي. يكون؟ شو ممكن يكون غير غذاء؟ دواء. غذاء. أو. دواء. دواء، وكمان إشي؟ دواء. حذاء. حذاء، برافو عليكي. صحيح. في كمان إشي؟ ممكن خطر عبالك؟ دواء، غذاء، هواء. سوري انا حكيت. طيب الشمس وين موجوده؟ وين الشمس؟ بالسماء. طيب نخله. حلو. نار. فار هي كانت فار، بس احنا حاطين حمار وقرها بنفع دار. نعم. صح بالضبط. علم. قلم. برافو عليك. عروس. عروبة.
دبوس. دبوس تمام. حلو. طيب هذا بأكد انه هي لانه اكثر من مره اعطت اكثر من امكانيه هيك يعني لقطه الاليه مش حافظه عن غير. صحيح. تعال نجرب كمان تجربه. صوف خروف. صوف وخروف. في كمان شيء غير خروف او صوف؟ في كمان شيء صوف خروف. اجت صعبه؟ استحت. طيب فستان. احكي من عندك. بستان. بستان. لا ما سمعوش. قيمي ايدك. فستان. بستان. بستان. بس احنا عندنا فنجان. فنجان بستان. من ربح. فستان كله صحيح. من ربح. برافو عليكي يا عروبة بتجنن. بصل. عسل. عسل. يعني هاي البطاقات هي ممكن تعلمها. كيف كنت تمرر المعلومة بالأساس؟ يعني تقعد تشرحي لها الصور والمعنى ومعنى أفهمها المحو. يعني أشتغل على أنه صح لعب. لحظة شوي. أشتغل على اللعبة بس إنه هي تكون فاهمة شو يعني سجع. وهي صارت تعطي كلمات مش إنه يعني بصم. لا هي فهمت إنه تعطي كلمات تانية إنه في كتير. فش مشكلة من طولها ماما. يلا إيش بتختاري عروبا نكمل نلعب ونعرف؟ الملائمة. هاتي هاي بطاقات ملائمة. ملائمة اللي هي فهمينا شو المكان فكرة. المكان مثلاً لحظة بس لا أخربت هون. هاي ولا مرة لعبت فيها عروبة بس إحنا كنا نعملها بال. بدك تلاقي عروبة ولو ثلاث بطاقات كل واحد وين مكانه. إحنا مثلاً على سبيل المثال بنك ونقود. أنا شايف هاي العروبة اللي مندور عليها. صح. مثلاً أنا سبت خلاص بحت معنا. مثلاً الطالب مكانه في المدرسة صح. أعطيني هنا هيك أنا وبشرح لها. فهي أول مرة بتلعبها. أعطيني إشي هيك أنت شايفتي ملائم لبعض. مثلاً طلاب أخذتي هاي مثال أنا أعطيتك إياه. تمام. وين الملائم لإله؟ لا هاي مش مدرسة هاي بنك. هاي طب هاتي هاي مثلا أول مرة بتلعبها بس نعطي احتمال تاني. مثلا عندنا جمل. وين مكان الجمل؟ لحظة شوي. مكان الجمل في الصحراء أم في المطعم أم في المستشفى؟ هيك أسهل يمكن لما بتعطيها إمكانيات بالذات إنه كتير. إحنا قلنا عروبة بعدها بجيل سنوات جديد طبقة. طب عندنا مثلا الطعام. تمام. وين الطعام من لكيف؟ في المطار ولا في البنك ولا في المطعم؟ وين من لك الطعام؟ وين أحكي؟ الطعام من لكيف المطعم. هي الملائمات. احنا كيف مصطفى ذكر بالافتتاحيه فهمنا انه في 20 لعبه تعليميه. صحيح. اللي بتتخللها هاي تعال نقول الحزمه. شو كمان في؟ يعني شفنا الملائمات شفنا السجع. ولاي اجيال قلنا متناسبين؟ من جيل سنتين ل 10 سنين ممكن تلاقي مع 10 سنين. في مثلا عروبة هاي بدناش نطول اللعبة لأنه حافظينها. مثلا إذا حكينا أعطيني كلمة بحرف الباء. تبدأ في حرف الباء. إيش بتعطيني كلمة؟ بطة. بطة. أعطيني كلمة تبدأ في حرف العين. عروبة. طبعا. طيب لابد من يعني شفنا تفاعلهم. أم وبنتها عم بيشتغلوا مع بعض. وكنت أنت كمان كلك عم تتحرك لتختار البطاقات. تعال نحكي عن القيمة المضافة اللي هي التواصل مع الطفل أو الطفلة بالذات بعد ما عشنا فترة فيها كثير تواصل بس مش كثير كان نوعي بكثير من الأحيان. لما نيجي نحكي إحنا اليوم التعليم عن طريق لعب. أنا بنتي مزروع في عقلها إنه أنا عم بقضي وقت مع أمي عم بلعب. بس أنا كمان عم بزرع ممكن قيمة تربوية ممكن قيمة تعليمية أو ممكن قيمة توجيهية بدي أوجهها لمحل معين. فممكن أوصل لها المعلومة عن طريق لعبة. اليوم منورة في كتير يعني دول حول العالم ويا ريت نقدر نوصل لهذا المحل اللي فعليا يعني بتتبنى هاي النظريات وبتطبقها. كل موضوع أنه التعليم وتمرير المعلومة يكون عن طريق فعالية أو عن طريق التفاعل واللعب. قديش أنت اليوم تقدر تشهدي أنه فعليا وإحنا شفنا أنه مش بس حافظة عن غيب هيك برسخ بأذهان الأطفال المعلومة بشكل مختلف كتير. وكتير كنت أنا أشتغل مع عروبة نلعب يجي أخوها مثلا بده يلعب معنا يفهم. يعني ابن صف روضة سنة أولى حافظ السجع. إيش اسمه أخوها؟ محمد. عروبة احكي لنا شوي علمتي محمد يتعلم بسرعة أخوك قد ايه وقت تنو تعلم اللعبة؟ ساعة يوم أسبوع قد ايه وقت كتير أخذ؟ طب اي لعبه لعبتي معه؟ اي لعبه لعبتي اللي قبل ما نعمل هاي كنا نعمل احنا اللي عملناها في ايدنا شو كانت؟ غارز.
بدي تحكي لكم انه في لعبه لمحمد، هي لحالها في لعبه لمحمد اللي هي جاب له اياها ابوها شراها من الدكان، اللي لعبه هي كيف يعمل سيارات مع كتالوج. بيجي على عروبه عامله الاحرف الانجليزي منها، يعني مش بس عربي، يعني هي لحالها انا ما خطرتش في بالي هي كتبت احرف الانجليزي في لعبه اخوها. مين علمك تعملي هاي اللعبه؟ يعني انت لحالك فتحت الكتيب وعرفت تعملي؟ مش هي اللعبه لنطاق ثاني. لحظه، ولا شيء كانت معاكي؟ كيف لك كان دبرتي حالك؟ لا، كان عندنا مكتبه احرف الانجليزي. شاطرة، رائعة عروبة، جنن يا عروبة. يعني قد أول شيء من وين ممكن يحصلوا عليها الناس اللي ممكن عم بتابعونا حاليا وبقولوا عنا أطفال وممكن نكون معنيين نشوف أكثر أو نعرف أكثر؟ حاليا في صفحة اللي راح تكون تعلم موجودة وإبداع على فيسبوك. تعلم وإبداع، واللي راح ينزل فيها مواد اللي هي راح تكون صفحة هي كمان تعليمية مجانية، راح نكمل مع عروبة تعلم مع عروبة، اللي هي راح نصير ننزل مواد وفعاليات وأوراق عمل، اللي هي مش بس إنه خلص اللعب وبكفي، أوراق عمل اللي هي هل فعلا الولد فاهم مثل ما كنت كيف أطبق. وحكينا لكل الأجيال من سنتين لعشر سنين، بتوقع هيك درجات صعوبة بتصير يمكن مركبة أكثر للأجيال اللي أكبر. يعطيكم العافية، فكرة رائعة، ونتمنى أنه عن جد دايما نحاول نمرر معلوماتك بطريقة تفاعلية. ويمكن اليوم عفاف سد الفجوات اللي خلقتها كورونا مهم. بالذات فيما يتعلق بمجال التعليم تستحق الوقوف عند كل هاي المبادرات تسليط الضوء عليها، ولا شك أنه كل فائدة ممكن نحملها لأطفالنا اللي خسروا سنة، يعني بدنا أو بدناش جزء كبير منهم خسروا سنة تعليمية طبعا. كاملة، وأي تعويض ممكن يكون مفيد. نورة وعروبة شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية، كنتم موجودات معنا في الباب. على الباب عروبة بدنا نشوفك أشطر وحدة بالكل. شكرا شكرا لكم كلين، شكرا لكم، شكرا لحضورك. ابتسامتها عم تشكرنا، خلص تمام، شكرا لكم، شكرا لكم. وكما عودناكم في ختام حلقتنا رح نفتح باب المنصات الاجتماعية اللي من خلالها طرح وتناقل رواد مجموعة من القضايا اللي تحولت لمواضيع الساعة، وأكيد كان حول ردود فعل متباينة وإحنا رصدنا أبرزها يا مصطفى. بدون أدنى شكوى، البداية مع إحدى لافتات التهنئة بحلول الشهر الكريم في واحدة من البلدات المختلطة واللي ترجمت من جوجل من العبري إلى العربي وحمل معناها غير ملائم للسياق. يعني لحتى نوضح أكثر التفاصيل، بدل ما تكون اللافتة هيك بتحمل للصائمين أمنية صيام سهل، ترجمت لها صيام خفيف. كيف يعني خفيف؟ ما حدا بعرف. وبالنهاية هي مش أول لافتة، والظاهر مصطفى مش راح تكون الأخيرة اللي فيها أخطاء لغوية وإملائية. بدون أدنى شك هي مشكلة المفروض يكون في وعي حقيقي لها، يعني قضية اللغة العربية والترجمة مستفز الإشي، استسهال فيه نوع من التسخيف. وعن جد صارت ميم على الشبكات الاجتماعية، يعني تنمروا عليها وصارت موضوع سخرية. على أي حال، انشغلت الشبكات الاجتماعية أيضا بفيديوهات مختلفة لابد شفتوا بعض منها لأسماك قرش اللي بتسبح بين المستجمين على شواطئ مدينة الخضيرة تحديدا، وكانت فيديوهات مخيفة لإلنا على الأقل إحنا اللي عم نشوفها من خلال الشاشة، ولكن كانت بعض التفسيرات بتقول إنه المياه المتدفقة من محطة توليد الطاقة الموجودة في المنطقة بتجذب الأسماك المعرضة لخطر الصيد في المتوسط. الجهات الرسمية حذرت من السباحة مع الأسماك ووضحت لافتات، يعني وضعت لافتات عفوا على طول الشاطئ كونها الحيوان بري وسلوكه غير متوقع يا عفاف. وعلى فكرة هذه الحادثة مش عم بتصير للمرة الأولى في البلاد، وعلى شواطئها خلال السنوات الأخيرة تكررت ظاهرة وجود أسماك قرش. البعض يقول إنها أسماك قرش لطيفة، بعرفش قديش بتزبط لطيفة مع أسماك. شفت الفيديو، يعني صبية واقفة وفجأة نزلت على الموت. أنا كنت بطلع راكب. على كل حال، لهون بنوصل لختام هذا العدد من الباب على الباب، كنا مع موضوعات متنوعة ومختلفة بتحمل قصة الإنسان وبتحمل قصص وتجارب اجتماعية مختلفة. على أمل أنه فعلا هيك جبنا لكم كل شيء مفيد وهام مرق خلال الأيام الأخيرة، وأكيد نلتقي بحلقة جديدة من الباب على الباب. إلى اللقاء. إلى اللقاء.